مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم مش نطيبوا اليوم لتأتيكم يوميا في حدود الساعة الثالثة زوالا. دائما نجيب لكم وصفات خفيفة وظريفة بقروب العيد إن شاء الله. إن شاء الله يلقانا كامل بخير. حاولنا أنه نجيب وصفات يعني اللي يناسبوا، ودائما احنا في كل مناسبة نحبوا نعطوا لها يعني الوقت تاعها ونحبوا نمدوا لها القيمة ديالها. اليوم جبت لكم، نعرفوا كامل أنه في الأعياد لازم نديروا كبدة مشرملة يعني بالثوم صوص غوج. اليوم جبتها لكم بطريقة جديدة مع واحد الشلاضة هكا راح ناكومبانيو بها. الله الله، والتحلية راح نشوفوها مع بعض مباشرة. أهلا اليوم مشاهدينا الكرام، راني جبت لكم هذا الطنجرة الله الله تاع زمان الله يبارك، يعني باش تجي الماكلة بنينة فيها. كما قلت لكم مشاهدينا راح نديروا هذا الطنجرة تاع زمان الله الله محمية، راكم تشوفوا ديجا مخدومة بالطبع كيما تاع زمان، الماكلة فيها تجي رائعة. وراح نشوفوا الطريقة كيفاش راح نحضروا هذيك الكبدة ديالنا. اذا هنايا سواء نديرو، كاين اللي يحب يدير زيت الزيتون، كاين اللي يحب يدير زيت المائده. اذا عندي هنايا شويه تاع زيت المائده. انا شوفوا الطريقه تاعي كيفاش راح نحضرها. فوالا تشوفوا البنه اللي راح تجي فيها، بنه رائعه. عندي الكبده تاعي مشاهدينا الكرام اللي كنت ديجا قطعناها ودرتها في الحليب. احنا علاش ندير الكبده في الحليب؟ هنا خاصه زعما في بعض الاحيان الكبده تكون كما يقولوا تاع البكري، كاين لانه اللي يدير الوعده تاع البكري، وكاين اللي كما يقولوا يعني يذبح الاضحيه، يديروا يتعاونوا زعما نقولوا سته سبعه من الناس يذبحوا عجمي، وهذيك الكبده تاع البكري في بعض الاحيان الذوق تاعها ما يجيش كيما تاع الكبش تجي بنينه. حنا هذه تاع البكري واش ندير؟ نقطعوها صغيره ونديرها في الحليب تاعها هكذا باش تطرى لي وتنحلها كامل هذيك الرائحه تاعها، لانه كاين اللي ما يحبش ريحه الكبده. اذا نصفيوها بهذا الشكل. نخليها تقطر حتى الوقت اللي نستعملها. نشوفوا هذيك الطنجره تاعنا الى بدات تسخن. تعرفوا احنا الميزه تاع الفخار انه كي يسخن يقعد يعني يشد هذيك الحراره وكلش راح يوجد فيه. ودائما كي نمرقوا هنا مشاهدينا ما نمرقوش بالماء بارد هكذا باش نحافظوا عليها، وانما نمرقوها بالماء الساخن. شوفوا الزيت تاعنا راهي سخنت، نطول شويه باش هايا جيد. حاجه واش ندير هنا باش نكهو هذيك الكبده تاعنا الله الله، نقلي هنايا زوج حبات تاع الفلفل. شوفوا نبدا دوكا نقشر، عفوا نقطع، وفي نفس الوقت هذاك الفلفل التمعي راهم يتقلاو باش نكهو هذيك المرقه تاعنا ولا لاصوص تاعنا اللي راح نقلي فيها الكبده ديالي. نجيبوا هنايا البصل، هنا تكون بصله ماشي كبيره بزاف، ونقطعوها مشاهدينا بهذا الشكل. شوفوا معايا جيد بهذا الشكل، نقطعوها هكذا. هادي لاطيت بزاف هنا، لانه علاش تعرفوا انه الكبده في العيد عزيزه، وهنا باش يعني نزكيوها راح نعطوا لها واحد الذوق رائع وشكل ثاني رائع. نجيب ريسيبيون نحط فيه هذيك البصله ديالنا بهذا الشكل. نجيب الطرشي تاعي، شوفوا فوالا هاي بدات تسخن جيد. على نحولي تات هذوك تاع الطرشي، نقطعوها كذلك بهذا الشكل. الشكل تاعها يكون طولي. فوالا بهذا الشكل لازم تكون رقيقة. هكذا
الطرشي تاعنا راني قطعته احمر هدايا، نزيدو حبه من هذا الاصفر. حيعطينا ذوق رائع وبنه يعني لا تقاوم. كما قلت لكم الكبده تاعنا راح تجينا زاكيه. على بهذا الشكل فوالا. هنا مباشرة بعد ما سخنت هذيك الطنجرة تاعي نحط هذيك الكبدة تاعي هي الأولى. شوفوا معايا مشاهدينا الشكل تاعها الداخل هنايا لمامو راهي تبان. شوفوا معايا نقليوها جيدا حتى وين تتحبس تماما. فوالا نبقاو نقلو في هذيك الكبده تاعنا حتى تطيب، وداك الفلفل راهو لداخل، هذا الفلفل رايح ينكهها. فوالا ونخلو كامل هذاك الفلفل يدهي النكهه هذيك تاع الكبده. انا راح نبدل هذيك الطنجره لهنا بسم الله هكذا باش هانا هنايا باش نربحوا الوقت. اذا هنا واش نديرو؟ لازم هذيك الكبده تاعنا نخليوها تتقلى جيدا وتطيب في غرضها. نكملوا هذوك الخضروات تاعنا. هكذا كامل نقطعوهم الشكل تاعهم يكون رقيق. نزيدوا شويه من هذا تاع الاورانج، الالوان يعني راح يكونوا روعه. فوالا بهاد الشكل اورانج. نزيدو هذا تاع اللون. هنا اللي ما عندهاش تقدر دير الطرشي مباشره ولا الحار مباشره، يعني على حسب واش عندك سيدتي. نزيدو فلفله هنايا خضره هنا باش نكسرو كامل الالوان ويكون عندي هاد الالوان. اذا عندي البصله هادي وعندي كذلك الطرشي الاحمر الطرشي الاخضر ونقلي جيدا. هنا شوفوا الكبده تاعي لازم نتبلها، عندي شويه كمون نضيف عليها فلفل كحل نضيف الملح. الملح تاعنا جيد. نضيف كذلك الثوم. هلا نزيدو السنة رقم اثنين. هذا الشكل ديروا هنا كل واحد يدير على حسب يعني الكميه اللي راح يستعملها. فوالا رقم ثلاثة. وزيدوا السنينه هذه الاخيره. جيد بهذا الشكل. نقليو جيدا مشاهدينا. نخلي الكبده تاعي راهي تقريبا هنا راهي تتقلى الله الله، يعني على نار قليله وين تدي كامل هذاك
احنا المهم ما لازمش نطيبوها بزاف مشاهدينا، لانه الا طابت كذلك بزاف على بالك واش راح يصرى لنا هنا، راح كيما يقولوا يعني تروح لها كامل القيمه الغذائيه تاعها وما توليش بنينه. اذا هنا واش ندير، هنا الطنجره تاعي راهي كبيره الله يبارك، في نفس الوقت باش نربح الوقت انتيا واش ديري هنا بعد ما طيب شويه الكبده تاعك دومي كويسون، هنا باش تدي هذيك ريحه التقليه مع الفلفل والثوم وكامل، نحيها وبداي تقلي في هذاك وسمو ديالك. دوكا انا نحيها، نبدا انا نطيب هذاك البصل تاعي ونزيد لها شويه ونحيها. فوالا شوفوا معايا هنا جوست باش تدي لنا هذيك التقليه وتطلق هذوك لي سوك تاعها. واش ندير، نحيها دون ان ريسيبيون هكذا بهذا الشكل، انه قليناها كذلك هذاك الفلفل نحيه معاها. فوالا بهذا الشكل نحو كامل هذيك الكبده ديالنا، ونبدا دوكا نقلي في هذوك الخضروات تاعي. الله الله، نبداو اول حاجه البصل. البصل نقليوه تماما حتى وين يطلق كامل روحو. شوفوا معايا كي يدي كامل هذوك لي سوك راح يجيني رائع. فوالا نزيد نحط عليه الطرشي، واحد الرائحه ما نحكي لكمش، مع انه راه يعني ريحه الفخار تاع زمان ما شاء الله. هنا اللي يحب يضيف لها مام طماطم لكم الاختيار. فوالا بهذا الشكل فوالا، ونخلي الخضروات كامل تاعي مشاهدينا تتقلى الله الله مع هذاك الفلفل مع هذاك الثوم مع الملح فلفل كحل والكمون. وهنا درت لهم كذلك شويه تاع زيت الزيتون. هنا بالنسبه للطماطم هنا لازم نحي لها كامل هذاك الماء تاعها باش نقدر نضيفها. نديروها هكذا، نقطعوها التقطيع تاعها طولي نفس يعني حجم تاع كيما قطعنا الفلفل تاعنا، كيما نقطعو فوالا بهذا الشكل. هنا ما نديروش طماطش تاع الماء باش هكذا ما تطلقليش كامل هذاك الماء. نضيف هذيك الطماطم تاعي داخل، زيدوا حبه تاع الطماطم بهذا الشكل. نحي لها كامل هذيك الزريعه بالشكل هدايا. هنا الا شفنا خاصه الثوم نزيدو لها. كي نشوفوا فقط هذوك الخضروات تلقت روحها مشاهدينا، راح نرجعوا هذيك الكبده تاعنا ونخليها كامل تزيد الطيب. شوفوا لي الالوان هذوك روعه، لانه علاش الطنجيه هذه راح تدي لنا شويه الوقت وراح تطيب كلش في غرضها. اذا مشاهدينا هنا واش نزيدو نديرو بعد ما هذيك الخضروات تاعي تطلق كامل روحها، واش ندير؟ نعاود نرجع هذيك الكبده للداخل، نزيد نخليها تزيد الطيب وتتشرب كامل هذوك يعني الذوق تاع هذوك الخضروات والطرشي وهذاك الثوم الله الله. من بعد نقطعوا لها معدنوس في الاخر مع شويه تاع الفلفل الحار ونقدموها. اكيد راح نرافقوها مع المطلوع مع الشلاضه، اكيد حنايا
بالنسبه للسلطات اللي معروفين في الجزائر انه السلطات لازم يكونوا حاضرين مع المشويات مع الكبده مع يوم العيد، حبينا نديروا شويه تاع شلاضه تاع البصل طوماطيش والفلفل مع الزيتون، زيت وزيت الزيتون مع الخل مع المعدنوس الله الله، ونقدموها كذلك مع الاطباق تاعنا. اكيد راح تكون معها كاين اللي يدير لي فريت، كاين اللي ما يحبش لي فخيت يدير شلاضه عفوا الرز، كاين اللي يحب لي بات، كل واحد كيفاش يحب يرافق الاطباق تاعو. اذا مشاهدينا حين ندو فاصل قصير ونرجعوا لكم بعد قليل ونشوفوا الكاطو تاعنا اليوم. مشاهدينا رجعنا لكم باش نشوفوا الاطباق تاعنا راهم واجدين. الطبق الاول اللي كان عباره على الكبده، احنا قلت لكم مالفنا نديروا كبده مشرمله، لكن هذه الخطره اخترناها تكون بالخضروات الله الله هكذا باش تكون زاكيه وتكفي كامل افراد العائله. اخترت انايا التقديم تاعها يكون بهذه الطريقه، رافقتها بهذه الشلاضه اللي لازم تكون دائما في المائده الجزائريه، شلاضه تاع البصل والطوماطيش اللي ما نقدروش نستغناو عليها مع الزيتون لازم تكون حاضره. درت لها هاد انا الفينيغ دو بلزاميك، راهو يعني انا نستعمله بزاف هاد الايام، لاسيديتي تاعو بزاف يعني ماشي اسيد بزاف، وكذلك بنين رافقتها كامل بهاد لاصوص كيما راكو تشوفوا. سقي كامل لاصالاد تاعي وتعطيك واحد الذوق رائع. فوالا، اما بالنسبه لو غاتو تاعنا اليوم مشاهدينا الكرام كان عباره على حلوه الطابع بطليه. انا درت لكم زوج انواع، درت لكم عادي حلوه الطابع واخترت ندير لها السكر من الفوق كما يديروا لها تاع زمان، وكذلك مشاهدينا الكرام حلوه الطابع اللي درتها الطليانه كانت مازال ما نشفتليش خليتها تنشف. اذا مشاهدينا كانوا وصفات تاعنا اليوم، نتمنى انه نالوا اعجابكم، نقول لكم تبقوا على خير ونتلاقاو في وصفات اخرى. مع السلامه.